قللوا معدل الانفاق، اعملوا نوع من انواع ترشيد النفقات، اعملوا كذا اعملوا كذا. تقشف اكتر من اللي احنا عايشين؟ لا يا فندم احنا مش بنتقشف خالص، احنا عارف ده تمام. تقشف يا فندم لحضرتك عشان بس الناس تبقى عارفه يعني تجاوب الدول العالميه في الموضوع ده بتمشي ازاي. نوقف زيادات الاجور، نقلل الانفاق على الصحه، نقلل الانفاق على التعليم، نقلل الانفاق على البحث العلمي، نقلل الانفاق على المعاشات، نقلل الانفاق على البنيه التحتيه، نرفع من مستويات الاسعار كلها ونحرر الاسعار بالاسعار العالميه. مصر ما عملتش كده خالص. مصر زودت الانفاق على الصحه بشكل كبير جدا، مصر رفعت مستوى الانفاق على التعليم، مصر عملت حجم ضخم بين مشروعات البنيه الاساسيه هي الاكبر في العالم، مصر قدرت تمتلك اكبر محطه توليد طاقه من ما يطلق عليه اسم الدوره المركبه في منطقه غياضه في بني سويف، مصر قدرت تمتلك واحده من اكبر شبكات الطرق الجديده اللي اتعملت على مستوى العالم، مصر قدرت تبني محطه طاقه نوويه في الضبعه، مصر النهارده بتعمل اكتر من 27 منطقه صناعيه جديده، مصر قدرت تنشئ 7 مناطق حره جداد، مصر قدرت تنشئ 4 مناطق استثماريه كبيره، مصر قدرت تعمل مشروع للاستزراع السمكي في بكه غليون، مصر النهارده بتعمل مشروعات جديده للاستصلاح الزراعي في الصحراء الغربيه، مصر بتعمل مثلث ذهبي الصحراء الشرقيه، مصر بتعمل مشروع لتنميه كل ده انجازات مهمه جدا وان شاء الله يعني هنعرفها من حضرتك بالتفصيل ويعني بعمق اكتر لكل قطاع. بس خليني في الاول يعني اقول ان احنا النهارده في هيئه الاستثمار، وهيئه الاستثمار نفسها كمبنى وكمركز شهدت العديد من الاصلاحات، ومنها ان بقى في مركز لتلقي شكاوى المستثمرين. النهارده استاذ محسن عادل بيقول ان اهم ثلاث مشاكل حضرتك لما جيت لقيت معظم المستثمرين بيشتكوا منهم، وعملت ايه لحلهم؟ لا يا فندم، هي الموضوع اكبر من مركز مشاكل المستثمرين. المساله بوضوح شديد، احنا انشانا مراكز بنات القسم خدمات المستثمرين. مراكز خدمات المستثمرين اتشئ منها لغايه دلوقتي 11 مركز، وبنوصل لغايه 20 مع نهايه السنه. المركز ده موجود فيه كل الخدمات اللي حضرتك محتاجاها، موجود فيه بدءا من التاسيس للترخيص لعمليات استخراج السجل التجاري للبطاقه الضريبيه للرقم القومي المتعلق بالمنشاه للسجل التجاري لعمليات الشهر العقاري لعمليات التنميه الصناعيه لتخصيص الاراضي، كلها في مكان واحد. المبنى اللي حضرتك موجوده فيه دلوقتي اللي حضرتك بتصوري فيه، فيه ممثلين ل 64 جهه ووزاره بتصدر قراراتها من هنا الكترونيا. والنهارده من حسن الطالع في وجود سعادتكم، ويعني من الاشياء الجميله اللي حصلت وحضراتكم موجودين، ان احنا النهارده اول يوم لينا في تطبيق التعامل اللانقدي، لا التعامل بالنقد نهائيا داخل الهيئه باعتبار من النهارده. النهارده بنتلقى الفلوس بتاعتنا بالوسائل الالكترونيه، ما فيش اي تعامل بالنقد، لغينا الخزن اللي كانت موجوده عندنا، والامور ماشيه الحمد لله كويس. مش كده وبس، في حاجات تانية هشرحها لحضرتك كمان على التحول الالكتروني، هتتم خلال دقائق وهيتم الاعلان عنها خلال دقائق قليله قوي. لكن الفكره ببساطه، المشكلات اللي كانت موجوده عند المستثمرين ما اقدرش اقول لحضرتك انها كانت مشكلات متشابهه، يعني ما اقدرش اقول ان في مشكله ثابته عند الكل. بعض المستثمرين عندهم مشكله دائما بتحدث، وهي مساله ان هو يلاقي تمويل بتكلفه قليله. دي مثلا من ضمن المشاكل اللي قد تكون عامه الى حد ما، لان عنصر التكلفه والتفاعل الفتره اللي فاتت قبل ما البنك المركزي يبدا يخفض اسعار الفايده مؤخرا يوم الخميس الماضي، الامر ده كان مخلي شويه في حاله من حالات القلق عند عدد كبير من المتعاملين، ومخلي عنصر التكلفه بالنسبه لهم مرتفع شويه. مشكله كان لجوء للتمويل الذاتي اكبر.